أهلين مي، ماشي الحال الحمد لله. لحظة لأشوف لك ياها. إيناس، يا إيناس، مي على التليفون. ليلى ماني هون، ما بتحكي معها؟ إيه مي، ما بعرف، يمكن فاتت على الحمام. ما بدها تحكي معي ما؟ ليش صاير شي بينك وبينها؟ ما بعرف، يمكن اتدخلت بشي ما بيعنيني. لا مو ما بيعنيني، بالعكس بيعنيني، بس يمكن اتدخلت بشكل غلط او تجاوزت الحدود. زعلاني مني ما هيك؟ ما بعرف، ما حكت لنا شي. ما رح تحكي كمان. بخصوص شو؟ عن شو؟ يمكن تكون اختك عشقانة. راحت وحكت لك؟ يعني انت بصورة الموضوع؟ من اول. طيب شو رأيك؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا مي، شي بحير. فعلا شغلي بتحير. بتعرفي اجت لعندي فرحانة وحكت لي، قمت انا قسيت عليها، بعدين ندمت، لانه بالنهاية هاي الشغلة شغلة مشاعر وما في الواحد يتدخل فيها ولا يتعامل معها مثل ما بيتعامل مع البطاطا مثلا. قولي لها تتصل فيني ضروري او تجي لعندي، لاني كتير كتير مكركبة من وراها. خلص مي، ولا يهمك، انا بحكي معه. ماشي، مع السلامة. مع السلامة.